احكي لك اليوم يا صديقي واحد من افضل طرق الربح من الانترنت ومن خلال الربح من التيك توك ومن الفيديوهات القصيرة، وحكينا عنها في فيديوهات سابقة في اليوتيوب. حكينا انه واحدة من اشهر الطرق الان تقدر تحقق فيها اكثر من الاف الدولارات عبر الانترنت هي الفيديوهات القصيرة. في هذه الحلقة تحديدا راح اعمل لك فيديو مخصص فقط للربح من التيك توك في اربع طرق، وراح اشارك معاكم نتائج اخر تقريبا 28 يوم لنا في التيك توك وقديش حققنا في خلال اربع طرق، راح اشاركهم معاكم في هذا الفيديو. معك حمزة صديقك راح يساعدك في تحقيق دخل جانبي واضافي عبر الانترنت. لا ننسى اللايك والشير والسبسكرايب. خلينا نبدا حلقتنا ونتعرف اكثر كيف نقدر نربح من التيك توك بدون الظهور ايضا امام الكاميرا. Let's go. كل بعرف اصدقائي انه في عنا على التيك توك اكثر من 100,000 متابع بتابعونا على منصة التيك توك وبيشاهدوا اغلب محتوياتنا. بما يخص المتابعين راح اعطيك مفاجأة اخر الفيديو اللي راح يساعدك في انك تنتشر اكثر مما تتوقع. خليك لنهاية الفيديو عشان تعرف كيف هو الطريقة اللي احنا نستخدمها لان نوصل اكبر عدد ممكن من المتابعين. ولكن في اربع طرق انا بستخدمها في منصة تيك توك لكي اكسب منها المال فقط في منصة التيك توك. اول طريقة وهي طريقة يمكن اغلبكم بيعرفها ولكن انا مش مركز فيها عليها كثير، ولكن بامكانك انك انت تركز فيها اذا حبيت. الطريقة الاولى هي من خلال اللايف، يعني خلينا تطلع بثوث مباشرة. وعلى العلم انه انا اغلب البثوث المباشرة انا بطلع فيها ما بعمل فيها اي تحديات، ولكن بيجيني دعم ولكن دعم بسيط، ولكن انا مش مهتم فيه اكثر من مهتم بالثلاث امور الاخرى. فعشان هيك اهتم كثير بالثلاث امور اذا انت مش من الاشخاص اللي زيي ما بيهتموا في البثوث المباشرة. راح اعرض عليكم الان الشاشة قديش نسبة الارباح اللي حققناها من خلال البثوث المباشرة والدعم اللي هو احنا بنحكي له اللايف جيفت. هذه اول طريقة من طرق الربح من التيك توك، تقريبا بيتجاوز ال 12 دولار في اخر 28 يوم. مش المبلغ الكبير، في اشخاص بحققوا اكثر من هاي المبالغ اذا بفوتوا تحديات وبيجيهم دعم اكثر، ولكن انا بهذا الفيديو ما بدي اركز على هذه الطريقه لانه رايح حسيب لك اكثر من ثلاث طرق. هذول الثلاث طرق بحققوا اكثر من مئات الدولارات. شاهد هذا المقطع للاخر. هاي هي اول طريقه، هي من خلال البث المباشر انا اطلع بث مباشر اقوم بعمليه ايش الحكي والتحدث او اعمل تحديات لكي يجيني دعم من خلال الاشخاص الاخرين. ننتقل مع بعض على الخطوه رقم 2. الطريقه الثانيه يا اصدقائي هي الطريقه المفضله الي وبرضه كمان راح تكون مفضله الك، لانه في نهايه الفيديو هذا راح تعرف كيف راح تكون مفضله لك. هذه الطريقه زي ما انت راح تشاهد الان من خلال الايميلات الرسميه اللي بتوصلنا عشان نعمل اعلانات مموله او الاعلانات عشان نقوم بعمل اعلانات عفوا على صفحتنا لكي نعلن على منتجات وخدمات الاخرين، وما لا يقل عن 250 دولار اخذناهم في يوم واحد من خلال انه احنا نعمل فيديو لهذه الشركه. وهذا الشيء انت بتقدر تعمله والعديد من الاشخاص بيقدروا يعملوا، ولكن عشان توصل لهي المرحله لازم يكون عندك على الاقل لا يقل عن 100,000 متابع، وهذا الشيء راح نساعدكم فيه في نهايه هذا الفيديو. فزي ما قلت لك احنا بنعمل اكثر من اعلانات للخدمات ولا شركات اخرين من خلال منصه تيك توك تبعتنا، وهذا الشيء اللي خلانا نحقق اكثر من 200 و300 دولار و400 دولار و500 دولار في الشهر من خلال الاعلان احنا بنقوم بعملها، باستثناء اول نقطه اللي حكينا عنها اللي هي اقل ربحا للاشياء، او يمكن في اشخاص تحقق فيها ارباح اكثر اذا بيشتغلوا على حالهم في لايفات مستمره، ولكن احنا ما نعمل لايفات بشكل مستمر. ولكن من الامور جدا مهمه انه انا اقوم بعمل شغله مهمه للغايه. اول شيء إن زي ما حكينا يكون على الأقل متوفر عندي 100,000 متابع علشان يقدر يجي ويكونوا حقيقيين. هاي مهمة، نقطة جدا مهمة، لأنه بلاش يغفلوها البعض إنه يقولك والله لا وهميين. حقيقيين لازم يكونوا، يكون في عندك على الأقل مشاهدات، وهذا الإشي اللي أنا راح أساعدكم فيه. والشغل الثاني إنه يكون في عندك رابط لإيش للتواصل، إيميل رسمي تمام، مثل عندك زر الواتساب أو زر الإنستغرام أو زر الفيسبوك أو أي أزرار. فمثلا راح تروح على موقع اسمه لينكتري. لينكتري هذا موقع مجانا، راح تعمل اوبن اني واي تمام. راح تلاحظ انه هذا الموقع اللي انا عامله فيه كل شيء، فيه فيديوهات اليوتيوب والخدمات تبعتنا وموقعنا الالكتروني والدورات تبعتنا والادوات وباقي المنصات وايميلنا الرسمي الموجود اول ما نفتح من خلال الويب سايت هذا. لو بدك تروح على لينكتري عادي بتروح هون عفوا مثلا وبتعمل عملية تسجيل عادي، بس اسمك والايميل تاعك وبتضيف هون اللينكات مجانا، ما تاخذ الخطة المدفوعة. انا مش ماخذ الخطة المدفوعة، الخطة المجانية عادي بتروح بتضيف اد نيو لينك وبتظبط، بتضيف هون اد نيو لينك وبتحط اللينك تاعه والعنوان وبتخليه عشان حدا يتواصل معك، فحط الايميل تاعك للتواصل الاعلانات عشان ما تعمل ايش زي باقي الاشخاص، ولكن خلي هون عندك ايميل عشان يتواصلوا معك الناس. دائما شيك الايميل تاعك لانه صدقا بيجي كثير عروض، بيجي كثير عروض، ولكن في اشخاص ما بتهتم بالايميل تبعها. ننتقل مع بعض الخطوه رقم 3 من الربح من التيك توك والفيديوهات
القصيرة. الطريقة الثالثة يا أصدقائي وهي الطريقة اللي احنا كتير نسمع عنها وهي الأفليت ماركتينج، ولكن في هذا الفيديو أنا جايب لك طريقة مختلفة شوي يمكن أنك تستفيد منها. رح تروح على محرك البحث تبع تيك توك، هي رح تكتب هون كلمة أمازون فقط، تمام؟ أو تكتب كلمة علي بابا على الإكسبريس اللي بدك إياه. ولكن أنا رح أكتب كلمة أمازون لأن رح أروح بعد ذلك أشترك في برنامج الأفليت ماركتينج تبع أمازون. وعشان ما تقول لي حمزة كيف أشترك فيها، روح أكتب في اليوتيوب كيف إنه أنضم لأمازون أفليت، وفي آلاف الفيديوهات اللي بتقول لك كيف تعمل الأكاونت تاعك تبع أمازون أفليت وتأخذ روابط الأفليت تبعتك. فلهذا الموضوع رجاءً روح إنك أنت تستفيد منه، تعرف كيف تعمل الأكاونت، وتعال بعد ذلك تعرف كيف نعمل هاي الحركة عشان نستفيد منها كثير. راح أكتب كلمة أمازون في محرك البحث تبع تيك توك عادي، أنت في محرك البحث أكتب كلمة أمازون، روح اختار مثلا هذا المنتج. هذا المنتج أنا عجبني، تمام؟ شايفين هذا المنتج اسمه Bring Back to Add the Amazon Favorite إلى آخره من ذاك، هذا هو حلو محطوه Wireless Charging LED إلى آخره من ذاك. بروح بعد ما أنضم للأفليت مارك تبع أمازون، بروح بأخذ إيش بعد ما انضم لبرنامج الافليت تبع امازون، راح اروح اخذ اسم اللينك، عفوا اسم المنتج، بروح بشوفه، بروح باخذ رابط الافليت تاعه. شو بعمل؟ باخذ هذا الفيديو، جميل، باخذ هذا الفيديو، باخذ الرابط تاعه، وبروح على موقع حكينا عنه قبل المره سناب تيك، راح احذف لكم اياه تحت في الموقع عشان لانه في ناس كثير ما بحب يتغلبوا وهم بيبحثوا. هاي اسمه سناب تيك، بروح باخذ مثلا هاي الفيديو، تمام، باخذ الرابط تاعه. ليش بدي اخذ الرابط تاعه؟ لان انا بدي اروح افتح منصه تيك توك لي، فيديوهات تيك توك لي، اعمل صفحه لي وانزل هاي الفيديوهات. طيب هاي الفيديوهات اوكي، حمد شو بعدين ما راح اعمل؟ باخذ الفيديو بقيم عشان اجيب العلامه المائيه وعشان تكون بالصوره. تيك توك ما فيه شيء اسمه حقوق ملكيه وحقوق فكريه، ما في هذا الشيء. طيب تمام، هاي هون انا بضيف ايش الرابط هذا، بروح برجع وين على الويب سايت، او عفوا على ايش، على خلينا نحكي على بسم الله الرحمن الرحيم، على اللينك تري اللي احنا حكينا عنه، صح؟ احنا بنرجع على وين، على اللينك تري اللي انا ضفته. باجي هون باللينك تري، موقع اللينك تري، بضيف الايش روابط الافليت تبعتي، تمام، بكتب ليد لايت وايرلس شارجنج ليد لايت، هاي هون بضغط هون اول واحد او اي شخص بروح بضغط، بروح وين بودي؟ بودي يا صديقي العزيز على المنتج، واي واحد بيشرب بتاخذ نسبه العموله تبعتك. ولكن لا تنسى يا صديقي ان احنا هون بنحكي بدون ظهور امام الكاميرا. هون نرجع لبدايه الفيديو حكينا عنه تقدر تربح من فيديوهات تيك توك بدون الظهور امام الكاميرا ومن خلال التسويق بالعمولة. هاي هي يا صديقي الطريقة الثالثة. تعال نتعرف مع بعض على الطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة باختصار يا صديقي انك انت تفتح متجر من متاجر الالكترونية اذا بامكانك انك تقوم بعمل ذلك. ليش؟ لانه انا باكد لك بنسبة 100% يا صديقي انه بامكانك انك انت تحقق ربح من التيك توك من خلال الفيديوهات القصيرة زي ما بتعمل جوليانا. جوليانا بتعرض منتجات امازون تبعتها، ورابط او متجر جوليانا كير تبع المتجر تبعها هو رابط امازون، تمام، زي ما بتلاحظوا هاي هون هذا المتجر متجر امازون، من متجر امازون هي عامله متجر داخل امازون جوليانا، هذا هو المتجر تبعها. في كل المنتجات اللي بتعرضها عبر منصه تيك توك كلياتها موجود في متجر جوليانا. وهذا الشيء اذا انتم مهتمين فيه كيف نعمل متاجر متاجر خاصه من خلال بموقع امازون، اكتب لي رايك في التعليقات تحت عشان نعمل لك فيديو خاص بامازون او ما يسمى ما يعرف في امازون FBA كيف ان انا ابيع منتجاتي. زي ما طلعت عنده 1.6 مليون فولورز، وهذا الشيء راح احكي لكم عنه في نهايه الفيديو كيف احنا نجيب الفولورز تبعهم. اذا هاي هي طريقه رابعه كمان ننشئ متجر الكتروني. راح احكي لك برضه كمان بونص طريقه خامسه اذا انت حابب تعرف عليها، وهي طريقه الربح من خلال اداره حسابات منصات التواصل الاجتماعي لاغلب الصفحات والمنصات الاخرى. زي ما احنا بنعمل مندير لصفحات ومنصات اخرى مثل هذا الصفحه، هاي الصفحه احنا مندير لها صفحتها عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي بده يحجز مزرعتها والاخره من ذلك. ففي كتير طرق وكتير فرص بتقدر انت تحقق من خلالها. نيجي لنهايه الفيديو وراح نتحدث فيه عن نظام الاوتوزيت تبعنا اللي كان في البدايه فقط لليوتيوب، الان ايضا كمان للتيك توك. شاهد معي ايش هنحكي عن هذا الموضوع. نظام الاوتوزيت اصدقائي الخاص الان في التيك توك بعد ما كان في البدايه كان في اليوتيوب، الان برضو كمان حابين ننتشر ونتوسع اكثر في انظمتنا بمنصات التواصل الاجتماعيه الاخرى. نظام الاوتوزيت اصدقائي باختصار هو اللي بيساعدك بان تنمو قناتك بشكل افضل واصح وبشكل حقيقي وبشكل يجيب لك مردود مالي جيد. ايضا كمان نظام الاوتوزيت بيساعدك بانه يوصل لاكبر عدد ممكن من الاشخاص المهتمين في المجال تاعك للقيام بعمليه شراء، للحصول على خدماتك، للحصول على منتجاتك الى اخره من ذلك. وايضا كمان يقوم الاوتوزيت بالقيام بنشر لعدد اكبر من
منصات تواصل اجتماعي لكي أنت تستفيد وتحقق الآلاف من الدولارات. نظام الأودو زد بعد ما كان الآن لليوتيوب أصبح الآن أيضا كمان يتم استخدامه عبر التيك توك اللي حقق لك الآلاف من المشاهدات والآلاف من المتابعين عبر هذه المنصة. للحصول على خدمات الأودو زد هتلاقي واجهة الرابط تحت أسفل هذا الفيديو لكي تتواصل مع خدمة العملاء لكي يقدم لك كافة التفاصيل وكافة الباقات اللي ممكن تساعدك تنقلك من تحقيقك لألاف الدولارات عبر الإنترنت. معك حمزة صديقك اللي راح يساعدك في تحقيق دخل جانبي وإضافي عبر الإنترنت. أتمنى أن تكون هذه الحلقة عجبتكم. لا ننسى اللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله. تشاو.